كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هذا مشكل عويص وطويل وكبير في المدينات المغربية كاملين، يعني ماشي غير في طنجة، في الدار البيضاء، في فاس، في مراكش، يعني هاد كاع المدن المغربية عندهم قاعة سينمائية تاريخية اللي اضطروا يسدوا لأن ما عندهم جمهور. بعض القاعات وزارة الثقافة حبستهم، رجعتهم باتريمون، قالوا ما هاد القاعات هادو خصهم يبقاو قاعات، راهو مسدودين لأن ما عندهم جمهور، ما كرهوش هما اليوم يخليهم محلولين، ما عندهم جمهور، الناس ما بقاوش يمشيو للسينما في هذوك خصوصا بعض الأحياء. دابا اش يوقع؟ ها وزارة الثقافة هي حبست، قالت لي ما خليها السينما ما ديرش بها، وإني ما تبعوش المسطرة، يعني ما بشروها من عنده، ما خلاو يبيعها، ما داروا والو، قاعة راهي مسدودة. وهذا المشكل هذا راه حنا واقفين معاهم فيه بالنسبة لوزارة الثقافة، لأن خصنا نلقاو شي حل. دابا القاعة مولاها راه تيشوف فيها مسدودة وما يمكن يدير بها والو. راه بعض المدن كطنجة، طنجة هي المدينة الأولى اللي خدات مبادرة تشري بعض القاعات. شراو قاعة قوية وعطاوها للنقارمة اللي عاودتها ورمتها. اللي قالوا لي هنا هو غيديروا نفس الشيء مع الكازا. هذه المبادره اللي داروا في طنجة، اكادير المجلس البلدي ديال اكادير حتى هما تيحاولوا يشريوا قاعه او قاعتين، منهم قاعه سلام اللي كانت هي اللي بقات واقفه من بعد الزلزال ديال الستينات، ويعطيوها للخواص يرموها وتعاود تبدا يعاود النشاط السينمائي فيها. انما حنا ما يمكن نعملوا والو، لان مول القاعه راهو مول القاعه، انا ما عنديش باش نشريها، وماشي انا اللي غادي نمشي للمركز، ماشي هو اللي غادي يمشي لكل مدينه ويشري قاعات ويبدا يحلهم ويبدا يتصرف فيهم، انا ما يمكنش. يعني كل مدينه خصها تاخذ المسؤوليه ديالها بالنسبه للثقافه ديالها يعني المراكز الثقافيه ديالها والقاعه السينمائيه ديالها. يعني المبادره الاولى وتنحي عليها السي يعقوب الوالي السابق ديال طنجه هما اللي خداوها هنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.